مرحبا بكم معنا مرة أخرى في فيديو جديد من أسأل المجرب. اليوم مش نسألكم أنا فماش شكون فيكم يستعمل ستيل فاير. ستيل فاير بالعربي أنا ما نعرفهاش شو اسمه، ما قيتهاش. ستيل فاير هذه نجم نقول اسمها قداحة ولا ولاعة، اللي شعلوا بها الدخان ونقولوا شعلوا بها الدخان، لا اللي شعلوا بها النار وبعد نقولوا الدخان منين بالعربي ما قيتش اسمه. فكرتني بحكاية ونحكي لكم، يسالش خارج على الموضوع. فما معلمة مرة سألت، معلمة تاع فرنسي سألت التلامذة متاعها، كل واحد بو يخدم، كل واحد يذكر رسم خدمة تعبوه بالفرنسي. فما التلميذ قال سيداتي سيداتي ما نعرفش بابا شو يقولوا له بالفرنسي الخدمة متاعو. قالت له يسالش وليدي قول لي وتنطرش معاه بالفرنسي. قال بابا يخدم شوفير تاع كاميون. ها شوفير تاع كاميون بالفرنسي بالعربي، ما بالفرنسي شو تولي زعما؟ والله انا بدي يلا نرجع لموضوعنا، مش مشكلة. يلا نرجع لموضوعنا، قلت لكم ستيل فاير هي هذه معروفة يا جماعة الكومبينج، استعملوش كل من عاش كون يستعملها ولا ايه. دونك الموضوع شنو اليوم؟ هي أحسن طريقة نجمو نشعلوا بها النار بستيل فاير. جربت أنا الحشيش الشايح، شد شوية وقت، لقيت فكرة طيارة ياسر. على ذلك باش نعملكم، باش نعطيكم النصيحة. هذه السوربريز، هذه اللي عرفتوها تلقاها في العظمة كيندر سوربريز. شحطت فيها كومبريس، كومبريس اللي يمسح بها الجرح، وحطت فيها الكول جيل. الكول جيل فما نوعين من الكول هذا، فما الجيل اللي استعملوه باش ينظفوا بها اليدين معناتها مجال طبي، فما هذه شعلوا بها النار سبيسيال النار. دونك اجا نشوفوا شنو النتيجه تاعتي. يلا عيش. كان بالحشيش الشايح، هكا شويه حشيش كما تشوفوا هنا، ناخذ القداحه انصح التعبير. نصيحه اخرى، ثم موديل كيما هكذا مش خشين، جيت شويه التيج دونك خير باش ما يتقسمش، خاطر نجم يتقسم راه نحطوا صبارة تحت تاك. فوالا بعدو غادي شويه باش تصور انت. وكل مرة ندوروها باش ما توليش مبرودة، معناتها مشيرة تولي بلا وشيرة رون. تحب الهوس على البيت، شفتوها قداش تقعد وقت باش تشعل. المرة هذه باش نستعمل الطريقة الماجيكة بتاعي اللي هي العظم الكندر، حطيت فيها كومبريس وجيل الكول والكول جيل، خليت انا بكري. علاش كل خير، علاش حطيت الجيل الكول؟ هما الكول نورمال تباع العطار تتباع، الكول الطبي راهو ما يشعلش النار، لازم نشيل الكول سبيسيال للنار. الكول هذا يتباع في العطار في المجازا مش في الفارماسي. الفارماسي نجم يشعل النار لكن مش كيما هذا، خاطر الكول الاخر يشيح فيسع تاع الطب. هذا الجيل الالكول يشعلوا به النار ما يشيحش فيه صح. اون بليس اخترت الجيل هذا باش ما يتبزعش، معناتها يقعد ليكيد كيما الجيل اللي حطوه في الشعر. وقتها بك باش نستعمل ناقصه شويه الكول، باش نجربها معاكم طول الحكايه. انا بطبيعه الحال ما حسيتش بالنار، ما عندي ما نعمل بيها. طب نزل بكري، واحد اثنين ثلاثه، فوالا ثلاثه اربع ضربات نار شعلت. دونك الطريقة هذه نجم نحطوها في السطح، بعد هيك بتبيع نحطوا الحطب متاعنا. مش نعلمك كيفاش تشعلوا النار، هاي ما حسيتش بيها البصل كل حشيش الشاي. ان شاء الله تكون عجبتكم الفكرة. يا زياد فعال فما حتى مشكل، ديجا انا جيت هنا سبيسيال خاطر فما لاك، فما شوية لاك في الماء، قلت كيف كان شعلت الماء موجود مش مشكل. ان شاء الله تكون عجبتكم الفكره، واذا كان تحبوا فيديوهات توصل لكم عليكم كان تعملوا جيم في الفيديو هذا باش كل مره فيديو جديد تتابع تقع في البروفيل تاعكم. يلا اتوت.